حواليكوا شوية عرايس صغيرين عملتهم من الخيط. شوف معايا الطريقة. أول حاجة لفيت فايبر ولفيت عليه شوية خيط خياطة عادي وخيط لون بشرة، الأفضل يكون خيط صوف، ده كان خيط قطن. قعدت ألف لغاية ما أعمل حجم الراس. بعدين المرحلة التانية الدراع، لا الرجلين، أخدت غرزة طلعت بيها 3 صوابع على مرتين، شايفين؟ بعدين لفيت داي الميدور الفتلتين اللي أنا طلعتهم على إيدي، وكل في كام ملفة باخد غرزة كده عشان الخيط ما يكرش. بعدين فضلت ألف ألف لغاية ما وصلت للكورة اللي هي المفروض الراس. عملت منهم الرجلين هنا، بعمل الصدر بتاع العروسة. هنا طلعت بغرزة برضو، بس طلع على عملتهم على 70 من ايدي عشان دراعي يبقى اقصر من الرجلين. هنا عملت الود، عملت عقدة وقعدت اعمل فيها عقد صغيرة كده، لفات صغيرين، وبعدين شتت الخيط ودي الود، وبعدين خيطتها في الراس. هنا لما قصيت حتة شراب نايلون وكورته على اساس ان هو يبقى الشعر، لو احنا مش عايزين القماش ممكن نلف خيط عادي، دي كان من خيط ودي من خيط برضو، الهدوم قماش، او ممكن نلف خيط زي المرحلة الاولانية دي بلون مختلف، يبقى القماش لون الهدوم مختلف عن لون الجسم.